السلام عليكم إن شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير تكون صحتكم لا كما شفتوا في العنوان اليوم إن شاء الله راح نديرو فيديو متنوع في الاول راكم تشوفوا يعني كانت عندي طلبيه فيها ثلاث انواع فيها المخبز ومقروط اللوز والفاكهه ميلونج كما راكم تشوفوا اليوم ان شاء الله راح نحكي مع بعض كيفاش تنظموا الوقت تاعكم وكيفاش تنظموا شغلكم كي تكون عندكم طلبيات ولا طلبيه كبيره واش هي الحاجات اللي لازم تبداو بيها وشن هي الحاجات اللي لازم تديروها باش تنقصوا على روحكم الخدمه والتعب يعني كامل راح نشوفوهم في هذا الفيديو اول حاجه يعني اني شارك معكم يعني هذا الكوموند بعد ما كملتها درتها في علبه هكذا باش تشوفوا الشكل تاعها كيفاش جاي يعني خرج ما شاء الله جات بزاف هايله قبل ما نروحوا الكوموند الكبيره اليوم راح نوري لكم واش لحقني حلوه من عند كويزين حميده راح اخلي لكم الرقم الهاتف تاعها يعني راح اخليه واضح هنايا في في الهاتف يعني تشوفوه وراح اخلي لكم الصفحه تاعها تاع الانستغرام تحت في التعليق المثبت وفي صندوق الوصف هكذا باش اه اللي حبت تكوموندي تتواصل معاها اه كوبيزين حميده يعني اه حلوه تاعها ما شاء الله راح نقسم معاكم كل حبه ونعطيها حقها يعني صراحه وبدون مجامله الحلوه تاعها كامل هايله وبزاف بنينه وراح تشوفوا بعينيكم آه يعني آه هي معروفه يعني الزوج تاعها معروف آه يعني طباخ آه في الاعراس وهي تخدم الحلويات التقليديه والعصريه كامل كامل ما شاء الله شوفوا لي البقلاوه يا البنات البقلاوه بزاف بنينه آه العجينه مقرمشه والحشو بزاف بنين ومعسل آه شوفوا لي كيفاش مورقه ما شاء الله جات هايله آه هذه البقلاوه شوفوا هنا وريت لكم الداخل انا كليت منها بزاف عجبتني البقلاوه تاعها آه وايضا راح نقسم معكم يعني الانواع الاخرين كيما العرايش آه شوفوا بينا باللي العرايش تخدم بالعجينه التقليديه آه جايه مطمنه وبزاف بنينه يعني العجينه التقليديه انا دائما نفضل والحشو تاعها كيف كيف يعني حشو معسل يعني الحلوة تاعها كامل حشوة تاعهم دوك تشوفوهم كامل معسلين آه ما عندهاش هذيك تاع يعني حلوة يابسة داخل ولا شوفوا شوفوا كيفاش راهي تلمع حلوة آه الحشو تاعها معسل كيف كيف في راح نقسمهم معاكم شوفوا كاين مقاطع كنت نقسم الحبه كنت نصور شويه في الانستغرام شويه في اليوتيوب على بها خرجوا هكذا المقاطع المهم الحلوه تاعها يعني هاي ليك امامكم نقسم معاكم الحبيبات وتشوفوهم كيفاش جاو من الداخل شوفوا لي الكعيكات. كيف كيف الكعيكات يعني تبان باللي العجينه تقليديه على خاطر جايه بنينه مطمنه وطيبه مليحة الحلوه تاعها وشوفوا الداخل كيفاش الحشو جاي هاي الحشوه راهي تبان آه طريه ومعسله قلت لكم اللي حبت كوموندي آه البنه يعني راهي مضمونه على ضمانتي انا باسكو راني ذقت الحلوه تاعها كامل آه اللي حبت كوموندي تواصل معاها آه في الرقم الهاتف هذه راهي جايه في يعني نواحي موزايا آه تواصلوا معاها هي تفهمكم كلش آه اللي حبت كوموندي يعني تعيطلها في رقم الهاتف ولا تواصل معاها آه في الصفحه تاعها تاع انستغرام شفتو شارك المسكر كيفاش جاء ايضا ما شاء الله والمقروط اللوز كيف كيف يعني ريحه القارس جاي طري ومعسل راح نقسمه معاكم وتشوفوه كيفاش جاء من الداخل يعني الحلوة تاعها كامل ما مقروط الكوشة كيف كيف البنيون صابلي يعني كامل أنواع كامل بزاف بنان وهاوليك البنات مقروط الكوشه اللي قلت لكم عليه شوفوا شحال طري ومطمن ومرمل والحشو كيف كيف معسل حتى للداخل شوفوا راني قربت لكم باش تشوفوا الداخل كيفاش يجي يجي بزاف بزاف بنين شحال عجبني هذا المقروط هايل شوفوا راح نزيد يعني نقسم لكم وشوفوا الداخل نقول هاي يعطيك الصحة كويزين حميدة بالتوفيق إن شاء الله البنات هنايا بعد ما وريت لكم البوكسة الحلويات اللي لحقتني الآن راح نحكي شوية على تنظيم الوقت وكيفاش تنظموا شغلكم كي تجيكم طلبية كبيرة ولا طلبيات بزاف اول حاجه البنات لازم يكون على بالكم بها الوحده اللي تكون يعني صغيره وحده تكون مزوجه ماشي كيف كيف اللي يخدموا الحلويات على خاطر اللي تكون مزوجه عندها مسؤوليه اكبر من من وحده تكون صغيره باسكو عندها مسؤوليه تاع اولادها سورتو كي دوكا دخلوا يقراو مسؤوليه تاع الزوج مسؤوليه تاع الدار عندها بزاف مسؤوليات آه لازم عليها كامل تديرهم باش ما تكونش مقصرة مع حتى واحد اول حاجة البنات اللي لازم عليكم تديروها كي تحكموا آه لي كوموند لازم تحكموا ورقة وستيلو تكتبوا القضيان كامل لي خاصكم على خاطر إذا كنتوا بديتوا كوموند بعد لقيتوا هذه خاصتكم وهذه خاصتكم راح تتقلقوا شوية وثم تبدأ الخالوطة. لازم عليكم تقضيوا كامل وش يلزم لي كوموند اللي راح تخدموهم هذه اول حاجة ثاني حاجة تبدأوا التحضيرات التحضيرات راح يعاونوكم بزاف التحضيرات وشنو هما تروحوا توجدوا الديكور الا كان عندكم حلوه فيها ديكور الورود ولا لي ولا اي حاجه توجدوها هي الاولى توجدوهم كامل عندكم ايضا المكسرات لازم ترحيوهم تحطوهم في علب العلب ايضا لازم يكونوا متوفرين عندكم الاحجام مختلفه كبار صغار على خاطر تسيبوهم تحتفظوا بهم في يعني المكسرات المرحيه ولا حتى الحلويات إذا كان عندكم كعكات مثلا آه كميه كبيره بعد ما طيبوها وتخلوها تبرد ديروها في علب راح تشوفوا معايا في هذا الفيديو نحكيو على هذا النقطه كاين واحد الحاجه البنات آه انا يا راهي ساعدتني بزاف ووقت ما قدرت نوجدها كي تكون عندي طلبيه كبيره كما انا هذه الطلبيه كان فيها آه 600 نحبة تاع كعكات و600 نحبة تاع محنشه آه كي حكمت هذا لا كوموند. قبل ما نبداها كنت حضرت يعني الماكولات كنت طيبت من قبل درت درت يومين طيبت فيهم وكنت نديرهم هذوك هذاك الطياب كنت نديرو في المجمد وقت لا كوموند كي كنت نخدم فيها ما كانش عندي الوقت للطياب رحت نجبد مباشره من المجمد ونسخن فقط يعني هذه الحاجه مساعدتني بزاف وصراحه يعني هذه الحاجه من اللي بديت نخدم لي كوموند كي تكون عندي كوموند كبيره وفيها يعني فايت اسبوع ما يعني غير خدمه آه نروح ندير هذا هذه النقطه يعني نوجد بزاف ماكولات نحطها في المجمد كاين بزاف على بالي اللي ما يحبوش هكذا آه وجبات مجمده من الله غالب احنا خدامات آه هذا هو الحل يعني هذا واش آه نقدر ندير آه يعني كحل آه باش يسلكني آه ونربح الوقت يعني الوقت لا كوموند هذه كنت من الصباح حتى الليل كنت نخدم في الحلوة وقت الفطور ولا وقت الحشا كنت نجبد مباشرة من مجمد الوجبة تاعي هذيك نحطها نسخنها فقط ونحط لوليداتي يعني يعني واش يأكلوا هذه الحاجة بزاف مساعدتني وخرجت عليا قلت لكم عندي مدة وانا نخدم بها سورتو نعرف روحي باللي هذه السمانة راح نديها غير خدمة آه المهم يعني طيتكم لكم حاجة من الحاجات اللي آه نديرهم ومساعديني آه يعني ننصحكم آه آه ديروها آه لا غالب يعني هذه هي الخدمة تاعنا آه تطلب آه حاجات هكذا يا ومشي دايما آه مشي دايما ناكلو ماكلة مجمدة أباغي كانت يعني آه لا شخص في الخدمة هذا ما كان البنات أه هنايا راني نخدم في الكعيكعات الكعكعات هنايا كنت نخدم في بالمية حبه يعني ما نقدرش نخدم اكثر منها هكذا سينو العجينه راح تعيني بزاف نخدم العجينه تاع 100 حبه نوزنها وكي تكون عندي كميه كبيره العجينه ماشي نفس النهار نخدمها ونروح نشكلها خدمت العجينه تاعي وزنتها حطيتها في سنيوات غلفتهم بالبابي فيل ودرتهم فريجيدر غدوه من ذاك رحت نجبد بشويه ونخدم نشكل كعكات تاعي نطيبهم كيف كيف يعني العجينه وجدت هذا تاع في هذاك النهار ايضا واش قدرت نوجد نوجد الحشو يعني نعجنو ما فقط عجنتو له يعني اللوز مع السكر مع مبشور الليمون لافاني شويه تاع السمن درتلو مع عجنت كامل كمية واش نسحق في 600 حبه وخليتهم هكذاك يعني غطيتهم بكيس بلاستيكي وخليتهم غدوة من ذاك كي بديت نشكل في الكعكه تاوعي رحت شفت الحشو الا كان خاصو مزهر نزيدو شويه مزهر ومن بعد نوزنو ونبدا الخدمه في التشكيل تاع الكعكات الا كان مليح نوزنو نخدم به مباشره يعني هذه الحاجه ايضا تساعدكم ما تروحوش نهار لي تخدموا فيه العجينه تخدموا فيه الحشو وتروحوا تشكلوا الكعكات في هذاك النهار تايبوهم لا لا ديروا التحضيرات المسبقه اللي قلت عليهم يعني نهار ما قبل حضروا العجينه وزنوها حضروا الحشو انا نفضل انه ما نوزنوش على خاطر خطرات ينشف لي يعني يشرب لي نحب نزيد له شويه مظهر هذا ما كان غدوة من ذاك نصيب, نصيب العجينة موزونة نصيب الحشو يعني راه واجد نوزنه فقط نبدأ مباشرة في تشكيل كعكات يعني هذه من الحاجات اللي تقدروا توجدوها من قبل وتساعدكم في الخدمة كيف كيف في المحنشة يعني ماشي نهار اللي نروح نشكل المحنشة هذا النهار نروح نحضر الحشو تاع المحنشة لا لا نوجدها كيف كيف نهار من قبل أنا المحنشة درتها لوز وجوز درت لها المكونات تاعها كامل خلطها ودرتها في كيس بلاستيكي وخليتها غدوة من ذاك كيف كيف يعني نشوفها خاصها شوية مزهر نزيد لها المظهر ما خصهاش نوزنها مباشرة ونشكل المحنشة تاعي ونقليها شوفوا الكعكات هامليك بعد ما طابولي لي أه ما تروحوش ديروهم في علبة مباشرة هما سخونين لا لا يعني أنا شوفوا طيبت كامل الكمية أه درتها هكذا في سنيوات خليتهم بردوا يعني يحكموا روحهم مليح يبردوا ومن نروح نديرهم في علب هذوك الكبار محكمات الاغلاق اذا درتوا الحلوه تحكم ولا الكعك تاعكم هما دافيين ولا هما سخونين في العلبه راح يعني يتخسر الشكل تاعهم على خاطر يكونوا طريين في الاول وثاني راح يتنداو ويتراولكم بزاف هذه ايضا نقطه مهمه لازم حتى يبردوا باش تروحوا تحتفظوا بهم في العلب بالنسبه للمحنشه المحنشه الا كانت عندكم كميه كبيره ما تروحوش ديروها في نهار واحد مثلا انايا هذه 600 حبه قسمتها تفهمت مع مولات الديول يعني اللي تخدم لي ديول تقسمهم لي على ثلاثة ايام يعني كل نهار تخدم لي 200 حبه وهذه كل 200 حبه يعني ما تبعثها ليش على خطره وحدة على خاطر اليوم الاول خدمت هالي على خطره واحدة كنت حصلت سورتو اللي راح تخدمهم وحدها يعني انا اللي نروح نلوي المحنشه وانا اللي نروح نقليها يعني هكذا راح تعيني ممكن ديول توعي راح ينشفوا على خاطر راح نطول في الخدمه ونطول في القليان آه من بعد يعني اليوم الثاني والثالث تفهمت معها انه هذه الميتين حبه آه تقسمها لي في اليوم يعني تقسمها لي على زوج خطرات على الاقل يعني على زوج خطرات آه الفتره الصباحيه والفتره المسائيه هكذا نخدم وانا آه مشي مقلقه روحي يعني نخدم آلز هذه بالنسبه الحنشة والمحنشة بالديول تاع الدار يبقاو مقرمشين يعني عن تجربة سورتو تاع هذه جارتي الى حبت يعني نهضر معاها وخلي يعني نستاذنها الى حبت نخلي رقم الهاتف تاعها نمده لكم يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله ماشي مشكل على خاطر ديول تاعها بزاف هايلين المحنشة يعني تقعد اكثر من اسبوع ولا اكثر من 15 يوم تبقى هكذا مقرمشة يعني عن تجربة هذه آه، هذه بالنسبة للمحنشة نعود نقوله للكعيكعات آه، كما شفتوا في الفيديو وش آه، وجدت أنا من قبل يعني حضرت الكعيكعات طيبتهم آه، كيبردولي درتهم في العلب من بعد آه، رحت حضرت المحنشة يعني المحنشة درت فيها ثلثة أيام آه نهار ثالث آه كي كملت المحنشة رحت طليت الكعيكات التوعي يعني جبتهم من العلبة وبديت نطلي ونحط من الأحسن يكونوا عندكم قطارات يعني هذيك القطارة راح تجي في أكيمة هذه يعني أحسن مسنيوة آه طلية راح تجي مفينية تجي شابة والحبة تحكم يعني تجي بزاف الشكل تحي يجي هايل احسن من تحطوا تاع تحطوا يعني الحبه تاع الكعك عاد فوق السنيوه مباشره أه هذه هي طليت الكميه كامل أه وهنا يا راني نوري في المحنشه يعني كيف كيف بعد ما قليتها أه يعني بعد ما قليتها كامل بقات لي غير نروح نديرها أه في لي كيسات حنا معاكم حبه كانت تخسرت لي كانت نفتحت شويه شوفوا الداخل كيفاش يجي الحشو تاع الجوز واللوز يجي طري ومعسل هاي اللي كتبو تشوفوها شوفوا الديول مقرمشين والداخل الحشو طري أه بعد ما كملت المحنشه تاعي أه درت لها الـ البيستاش من الفوق وهذه هي ما قدرتش نصور لكم الكعكات على خطر يعني كملت في اخر لحظه آه كملت لا تاعي كبيره وهذه كوموند صغيره واحده اخرى حبيت نشاركها معكم يعني باش تدوا فكره على الديكور هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله